السلام عليكم. درسنا اليوم هو عن الطباق ومقابلة التضاد أو مقابلة الطباق. هما مصطلحان قريبان الواحد من الآخر، وبينهما فرق بسيط سأحاول توضيحه خلال هذه المحاضرة. خلال هذا الدرس سنعرف الطباق، سأتحدث عن أنواع الطباق، بعد ذلك سأنتقل للحديث عن مقابلة التضاد، وسأذكر أمثلة على مقابلة التضاد، وفي النهاية نختتم الدرس ببعض التمارين. بالنسبة للطباق، أولا المصطلح طباق مأخوذ من الفعل طابقة وفقا للعلماء القدماء طبعا، والفعل طابقة مأخوذ من حركة الإبل أو الجمال، أو مأخوذ من حركة الخيول. عندما نقول الناقة أو الجمل طابق، بمعنى هو وضع ومشى، وعند مشيه هو وضع رجليه الأماميتين في مكان، تقدم ثم وضع رجلين الخلفيتين في نفس المكان الذي وضع فيهما الرجلين الأماميتين. معنى ذلك، إذا أخذنا هذا الأمر الذي ذكرته لكم، معنى ذلك أن الطباق فيه جزئان، لنقل أمامي وخلفي، موجب وغير موجب، أو لنقل جزئان مختلفان، لكن شرط وحيد أن أضع الجزئين في نفس المكان. ما معنى ذلك؟ ومن هنا أخلص إلى معنى الطباق أو تعريف الطباق. الطباق هو كلمة وعكسها، أو كلمتان متناقضتان، لكن شرط أساسي أن أستخدم هاتين الكلمتين من أجل توضيح سياق معين. على سبيل المثال، إذا ذكرت جملة معينة، ذكرت أن البيت كبير، ثم بعد ذلك بعد فترة ذكرت بأن على سبيل المثال القلب صغير. صحيح أن كلمة كبير وصغير هما كلمتان متضادتان منعكستان، لكن في هذا السياق، في هذا الكلام الذي ذكرته، كلمة كبير وكلمة صغير لم تستخدما في سياق واحد. أنا لم آتي بكلمة كبير من أجل وصغير من أجل أن أوضح سياقا معينا. لكن إذا أخذت جملة أخرى لهذا، في المثال الأول هذا ليس طباقا، بين كبير وصغير هذا ليس طباقا، لكن مثال آخر على سبيل المثال، إذا قلت مثلا، تحدثت عن علاقة بين أم وابنها، وعلاقة غير متكافئة، الأم تعطف على الابن والابن لا يقدر، وقلت قلب الأم كبير وقلب الابن صغير. هنا أنا استعملت كلمة كبير وصغير، هما كلمتان متناقضتان لكن في سياق واحد، سياق معين، أردت أن أوضح فكرة معينة، فكرة أن الأم أكثر عطفا وأكثر حنانا وأكثر تفهما من الابن. إذا الطباق مرة أخرى، تعريف الطباق، هما لفظتان لهما معنيان متناقضان لكن يجب أن تستخدما في سياق واحد. والطباق هناك عدة أنواع، وأنا لا أريد أن أتحدث عن كل أنواع الطباق خلال هذا الدرس، لكن بشكل أساسي هناك ثلاثة أنواع رئيسية: هناك طباق الإيجاب، هناك طباق السلب، وهناك طباق التدبيج، وسأشرح كل واحد من هذه الأنواع من خلال الأمثلة التالية. أولا، بالنسبة لطباق الإيجاب، كلمة إيجاب هي عكس
كلمة النفي. وطباق الإيجاب هو أن أذكر كلمة وعكسها من دون استخدام كلمة نفي، مثلا كبير وصغير، عالي ومنخفض. عندما قلت عالي أنا لم أستخدم أداة نفي من أجل أن أذكر المعنى الذي هو عكس العلو. مثال على ذلك آية من القرآن الكريم من سورة الكهف، عندما قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. الحديث عن أصحاب الكهف، تعرفون، ربما تعرفون القصة، مجموعة من الأشخاص دخلوا إلى كهف معين وناموا لسنوات طويلة، وعندما تدخل إلى الكهف وتراهم أنت تحسبهم، تظنهم أيقاظا، تظنهم يقظين متيقظين، لكنهم في الحقيقة هم رقود، هم راقدون، هم نائمون. وهنا الطباق واضح، أيقاظ عكس كلمة رقود، والكلمتان استخدمتا في سياق واحد لوصف حالة الأشخاص الذين كانوا نائمين في الكهف. مثال آخر، بيت من الشعر لدابل الخزاعي، هذا شاعر من القرن الثاني للهجرة، يتحدث مع فتاة باسم سلمى ويخاطبها، يقول لها لا تعجبي يا سلمى، سلم لماذا، هي سلمى لماذا حذفنا الألف؟ هذه ظاهرة تسمى ظاهرة الترخيم، ترخيم بمعنى تقصير وتزيين، يعني حذفت آخر الاسم من أجل أن أقصر الاسم وأجمل الاسم من ناحية موسيقية. يقول لها لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك المشيب برأسه فبكى. أنا جئت إليها، إلى الفتاة، إلى المحبوبة، ورأتني باكيا، فأقول لها لا تعجبي من هذا البكاء، هناك سبب للبكاء، لأن المشيب الشيب قد ضحك برأسي. طبعا قبل الطباق نلاحظ هنا عنصر بلاغي كنت قد تطرقت إليه في درس سابق، هو الاستعارة، ضحك المشيب، الشيب يوصف بأنه يضحك في الرأس. طبعا الشيب مستحيل أن يضحك، أنا استعرت للمشيب فعل الضحك، لهذا ضحك المشيب، هناك هذه جملة تعتمد على الاستعارة، استعرت كلمة الضحك للمشيب. لماذا أستعير كلمة المشيب، الضحك للمشيب؟ الإنسان عندما يضحك تبدو أسنانه البيضاء، والمشيب كأنه ضحك فبدأ أبيض على رأس، على رأس الشاعر. فعندما بدأت أشيب أنا صرت حزينا وصرت أبكي. لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هناك طباق بين كلمة ضحك وبكى، كلمة ضحك عكس كلمة بكى، والسياق واحد، أتحدث عن إنسان تقدم في العمر فصار يبكي. أيضا طباق إيجاب. النوع الثاني من الطباق هو طباق السلب. سلب بمعنى نفي، كلمة سلب بمعنى نفي، بمعنى أنا أذكر كلمة أولى لكن الكلمة الثانية هي مناقضة للأولى، لكن بواسطة أداة سلب، بواسطة أداة نفي، مثل أن أقول كبير بدلا من أن أذكر صغير أقول غير كبير، أو عظيم وغير عظيم، ذهب لم يذهب. ومثال على ذلك الآية القرآنية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، سورة النساء آية 108. لا أريد أن أشرح سياق الآية الكامل، لكن المقصود هنا الحديث عن أناس مذنبين بذنب معين، وهم يستخفون من الناس، هم يختبئون من الناس، يخجلون من الناس بسبب فعلتهم،
لكن لا يختبئون من الله، لا يخجلون من الله، هم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وهنا عندي مثال على طباق السلب، يستخفون مقابل لا يستخفون. الكلمة الثانية أنا نفيتها بواسطة أداة نفي أو أداة سلب. أيضا من القرآن من سورة الروم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن أكثر الناس لا يعلمون، أغلب الناس، أكثر الناس لا تعلم، لا تعلم الحقيقة، كل ما تعلمه الأمور الظاهرية من الحياة الدنيا، لا يفكرون بالآخرة، هم غافلون عن الآخرة، لا يفكرون بالدين، لا يفكرون بالقيامة، لكن أكثر إنما يهتمون فقط بالحياة الدنيا أو بالمظاهر. لكن أكثر الناس لا يعلمون، هم يعلمون فقط ظاهرا من الحياة الدنيا. هنا أيضا طباق سلب، لا يعلمون، وردت مع أداة نفي مقابل يعلمون. وطبعا السياق واحد، السياق واحد. أنا أوظف الطباق من أجل الحديث عن طبيعة نوع من الناس الذين يعيشون في غفلة ولا يعلمون حقيقة الأمور. بيت آخر، مثال: وننكر، هذا البيت للسموأل، من قصيدة لامية للسموأل، لامية يعني تنتهي بحرف اللام. وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. طبعا هو يفتخر بقومه، بنفسه، بقومه ضد الأقوام الآخرين. إن شئنا نحن ننكر على الناس قولهم. أيضا تفسيرات متعددة، لكن أذكر أبسط التفسيرات. سائر الناس قد يتكلمون بكلام غير صحيح، ونحن بكل بساطة ننكر كلامهم، ننفي كلامهم، ولكن نحن حين نتكلم نتكلم فقط بالصدق، ولا يوجد أي شخص من الأقوام الأخرى من يستطيع أن ينفي كلامنا، لهذا نحن صادقون وهم كاذبون. أو تفسير آخر: الناس، باقي الناس يستطيعون أن يقولوا، أن يقرروا أشياء معينة، ونحن نستطيع أن نبطل قراراتهم، أما نحن الأقوياء الشرفاء، إذا ما قررنا شيئا لا يستطيع أحد أن ينكر، بمعنى أن يبطل علينا هذا القرار. لا يهم ما هو التفسير الذي نقتنع به أكثر، لكن في كلا التفسيرين هناك الفعل ننكر ولا ينكرون، وهذا طباق سلب. أيضا السياق الذي ذكر هو سياق واحد، نفتخر في هذا البيت، أفتخر بقوم ضد أقوام آخرين، أيضا مثال على طباق السلب. النوع الثالث من الطباق هو طباق التدبيج، وكلمة تدبيج بمعنى تزيين، من معانيها التزيين. وهذا الطباق خاص بالألوان، بمعنى نحن نعلم أن اللون الأبيض ليس شرطا أنه عكس الأسود، والأبيض ليس عكس الأحمر، والأحمر ليس عكس الأخضر، لكن أحيانا في الأدب، في الشعر أو في غير الشعر، أنا أو الشاعر يستطيع أن يوظف الألوان بسياقات متضادة، بمعنى أنا أذكر كلمة أبيض في سياق معين، ثم أذكر لونا آخر في نفس السياق يدل ما أريده أن الأسود هو يعكس أمور ضد الأمور التي يعكسها اللون الأبيض مثلا. وهذا يسمى طباق التدبيج، طباق التدبيج خاص بالألوان. ومثال بيت أعتقد أيضا قد درستموه، من معلقة عمرو ابن كلثوم:
الشاعر يفتخر بقومه في أرض المعركة، يقول بأنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. الرايات بمعنى الأعلام، نحن ننزل إلى ساحة المعركة ومعنا الرايات الأعلام، أعلامنا تكون بيضاء. لماذا بيضاء؟ إما نستطيع أن نقول رمز للسل، أو رمز أننا لا نحب الحرب، أو رمز أننا عمليا رمز للنقاء للطهارة للسلم لكل هذه الأمور. ننزل إلى المعركة برايات بيضاء، لكن نصدر بمعنى نخرج من المعركة بعد أن تحولت راياتنا إلى حمراء، قد رويت، قد شربت من دماء الأعداء. طبعا كلمة أبيض هنا في هذا السياق، في الحقيقة أبيض ليس عكس أحمر، لكن في هذا السياق كلمة بيض الأولى تدل على حالة معينة من السلم، من عدم القتال، ربما من الحب إلى آخره. لكن إذا ألزمنا أن ندخل ساحة المعركة، حينها ندخل والرايات حمر. كلمة حمر هنا تدل على الدماء، تدل على القتل، هي عكس كلمة بيض في هذا السياق. ولهذا في هذا المثال تحديدا هناك طباق تدبيش. نرتاح لعدة دقائق ثم نعود. نتابع الدرس. المصطلح الآخر هو مقابلة التضاد. المقابلة أحيانا نطلق عليه فقط كلمة مقابلة، لكن لأنه توجد عدة أنواع من المقابلة، أحيانا يخصص هذا النوع الذي سأتحدث عنه بمصطلح مقابلة التضاد. تضاد يعني طباق، مقابلة طباق أو مقابلة تضاد. مقابلة التضاد، لاحظوا الطباق الذي درسناه هو كلمة عكس كلمة. المقابلة هي شيء موسع أكثر من الطباق العادي، هي جملة عكس جملة، جملتان لهما معنيان متناقضان. والعكس هذا يكون، أو نقد الجملة الأولى يكون بطريقة معينة، يكون بأن تتضمن الجملة أكثر من طباق واحد.
نعود نعود إلى الدرس. المصطلح الآخر هو مقابلة التضاد، أو نستطيع اختصار هذا المصطلح فقط بكلمة مقابلة، لكن لأنه يوجد عدة أنواع من المقابلة، من أجل تخصيص هذا النوع الذي سأتحدث عنه، الأفضل أن نطلق عليه مقابلة التضاد. نتابع الدرس. المصطلح الآخر الذي أتحدث عنه هو مقابلة التضاد. نستطيع أن نختصر هذا المصطلح فقط بعبارة مقابلة، لكن لأنه توجد عدة أنواع من المقابلة، نطلق عليه أحيانا مقابلة تضاد، تضاد بمعنى طباق. وهذا المصطلح مقابلة، المقابلة هو شيء أوسع من الطباق. إذا كنتم تذكرون الطباق، عندما تحدثنا عن الطباق كان كلمة عكس كلمة. في المقابلة مقابلة التضاد، نتحدث عن جملة عكس جملة. جملة لها معنى معين، لها عكس جملة أخرى لها معنى هو ضد المعنى الموجود في جملة أخرى. وهذا العكس، عكس المعنى، أو أن أذكر ضد المعنى، يكون بطريقة بسيطة. الجملة الأولى يكون فيها عدة كلمات، الجملة الثانية يكون فيها عدة كلمات مقابلة مناقضة للكلمات الأولى. على الأقل يجب أن يكون هناك كلمتان في الجملة الثانية عكس كلمتين من الجملة الأولى، مقابلتان لكلمتين من الجملة الأولى. إذن بكلمات أخرى، مقابلة التضاد هما جملتان بينهما أو فيهما أكثر من طباق واحد. لا يهم إذا كان طباق إيجاب أو سلب، لكن بينهما أكثر من طباق واحد. شرط أساسي، الكلمات المناقضة كلها تكون في جملة منفصلة عن الجملة الأولى، وسأذكر أوضح هذا الأمر من خلال الأمثلة. على سبيل المثال، هذه الجملة، أتحدث عن شخص أقول له ليس له صديق في السر، يعني هو في السر لا يتخذ أصدقاء، كل أصدقائه يتخذهم علانية أمام الجميع، وليس له ولا عدو في العلانية، لا يوجد له أي عدو في العلانية. معنى ذلك إذا صادق إنسانا معينا يصادقه أمام الجميع، لكن إذا أضمر العداوة ضد شخص معين هو لا يشرك الآخرين في هذه العداوة، ويبقي عداوته سرا بينه وبين العدو. إذا كانت هذه صفات إيجابية أو سلبية أترك القرار لكم. لاحظوا مبنى الجملتين. أولا هناك جملتين، ليس له صديق في السر مقابل ليس له عدو في العلانية، أو ولا عدو في العلانية. الجملة الثانية مناقضة للجملة الأولى، لكن كيف صنعنا هذا التناقض؟ لاحظوا الجملة الأولى فيها كلمة صديق تقابلها كلمة مناقضة، كلمة عدو في الجملة الثانية. في الجملة الأولى فيها كلمة سر تقابلها كلمة مناقضة في الجملة الثانية علانية. بمعنى الجملة الأولى فيها على الأقل كلمتان هما عكس كلمتين من الجملة الثانية. قابلت الجملة الأولى بواسطة الثانية، ولهذا الحديث عن مقابلة. هذه المقابلة تعتمد على طباق، هي مقابلة طباق أو تضاد. مثال آخر، شاعر يتحدث
عن علاقة بينه وبين شخص معين، بين فتاة معينة. أقول كيف فيا عجب، هذا البيت ينسب لقثير عزة، هذا شاعر أموي وهو من الشعراء العشاق في العصر الأموي. فيا عجب، أتعجب كيف اتفقنا أنا وأنت، واحد منا ناصح وفي، ناصح بمعنى محب، ووفي تعرفون معناها، فناصح وفي، أما الطرف الآخر فهو مطوي على الغل، الغل بمعنى الكراهية، ومطوي على الغل بمعنى هو يخبئ الكراهية بداخله، يتضمن الكراهية بداخله، غادر، وصفته الأخرى غادر. الحديث عن شخصين، الشخص الأول مناقض للشخص الآخر، عن جملتين، الجملة الأولى مناقضة للجملة الثانية. الحديث عن العاشق، المحب ناصح، المحب الوفي، والمعشوق الكاره مطوي على الغل على الكره وغادر. إذا حللنا الجملتين، جملة ناصح وفي، فيها كلمة ناصح عكس كلمة مطوي على الغل، وكلمة وفي هي عكس كلمة غادر، لهذا البيت يتضمن مقابلة تضاد. مثال آخر للنابغة الجعدي، النابغة الجعدي هذا شاعر مخضرم عاش في الجاهلية، بعد ذلك عاش فترة بعد قدوم الإسلام، ولهذا هو يسمى شاعر مخضرم. على فكرة معنى كلمة مخضرم مشتق الخضرم، أو الخضرمة، الخضرم هو بمعنى البحر الواسع الكبير، والشاعر المخضرم لأن حياته كانت واسعة، عاش في فترتين في الجاهلية وفي الإسلام، يسمى شاعرا مخضرما. النابغة الجعدي من قبيلة جعدة يقول، فتى، يصف شخص معين، فتى فيه ما يسر صديقه، فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسوء الأعادية، الأعادية يعني الأعداء. واضح أننا أمام صفتين، جملتين متناقضتين، متناقضتين ومتممتين في الوقت نفسه لهذا الشخص. هذا الشخص إذا صادق صديقا هو يسره، يقدم له ما هو الأفضل، يسره، ينصره، يدعمه، ولكن إذا عاد شخصا هو يستطيع أن يسيء إلى الأعادي. هو حسن مع أصدقائه، سيء مع الأعادي. وإذا حللنا المقابلة، جملة ما يسر صديقه عكس ما يسوء الأعادية، ما يسر هي ضد ما يسوء، وصديق هي ضد كلمة الأعادي، لهذا هذه الجملة تتضمن مقابلة طباق أو مقابلة تضاد. الآن بعض التمارين على الطباق وعلى مقابلة التضاد. المثال الأول من قصيدة للسموأل، الشاعر الجاهلي، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. يخاطب فتاة معينة ويفتخر طبعا بنفسه وبقبيلته. اسألي، سلي يعني اسألي، إذا لم تعرفي من أكون ومن نكون، إن جهلت حقيقتنا، اسألي كل الناس، سلي إن جهلت الناس عنا وعن الطرف الآخر وعنهم، واعرفي الحقيقة، واعلمي ليس سواء عالم وجهول. الإنسان الذي لا يعلم هو ليس نفس الإنسان الذي يجهل. إذا أنت كنت جاهلة ستتحولين الآن إلى إنسانة تعلمين الحقيقة، تعلمين من نحن ومن هم. سؤالي لكم، هل هذا البيت يتضمن طباق أم مقابلة طباق؟ لنحلل البيت. أولا، عندنا هنا عبارتان متناقضتان، عالم ضد جهول. عالم، نتحدث عن نفس السياق، عن الفتاة التي كانت تجهلنا فتصبح عالمة بأمرنا. عالم وجهول هما طباق، طباق إيجاب. المثال الثاني
للفرزدق، شاعر الهجاء المعروف، شاعر النقائد، عاش في العصر الأموي، يقول: قبح الإله بني كليب. بنو كليب اسم قبيلة، قبيلة جرير، إذا كنتم تعرفون قصة الفرزدق وجرير. قبح الإله بني كليب، يعني بكلمات أخرى لعن الله بني كليب. ما صفة بني كليب؟ إنهم لا يغدرون ولا يفون بجاري، جيرانهم هم لا يغدرون بهم ولا يفون لهم. لماذا؟ قبيلة بني كليب هي قبيلة ضعيفة جدا، حقيرة، إلى درجة أنها إذا كان عندها جار هي لا تفي له، لأنها لا تستطيع أن تفي، ولأنها ليس من طبعها الوفاء. لكن في الوقت نفسها، في نفسه، لأنها قبيلة ضعيفة، حتى إذا أرادت أن تغدر بالجار لا تستطيع. إذن هذه قبيلة لا حول لها ولا قوة، ليس من طبيعتها الوفاء، هي لا تفي، لكن حتى إذا أرادت أن تضر وأن تغدر لا تستطيع. طباق موجود في هذا البيت، تلاحظون بين لا يغدرون ولا يفون، وطبعا هو طباق إيجابي. الآن قد يستطيع طالب معين أن يذكر في هذا المثال لا يغدرون ولا يفون، نحن نستعمل كلمة السلب أو كلمة النفي، أداة النفي، لماذا لا نعتبره، لماذا لا نعتبر الطباق طباق سلب؟ الطباق السلب هو أن تكون كلمة بدون أداة نفي، ثم نعود تقريبا على نفس الكلمة مع أداة نفي. يعني أن أذكر كبير وأستعمل نفس الكلمة أو نفس الجذر ثم أنفيها، ليس كبيرا. لكن هنا الكلمتان تبدأان بأداة نفي، لا يغدرون، هم غير قادرين على الغدر، غير قادرين على الغدر بمعنى هذه صفة معينة. وهو لم يذكر في الجملة الثانية يغدرون، لم يقل يغدرون ولا يغدرون، حينها كان طباق سلب، لكن هو ذكر لا كذا ولا كذا، كأن إذا أداة النفي وجدت في الكلمتين كأنها هي ملغية، ولهذا الطباق يكون طباق إيجاب. المثال التالي لأبي صخر الهذلي، وهذا شاعر أموي من العصر الأموي، عاش فترة من حياته في مصر. هو يقسم، يعني يحلف، يقول: أما والذي أبكى وأضحك، أنا أقسم بالذي يبكي ويضحك. طبعا والذي يبكي ويضحك، الآن أمزج هذه المادة بالمادة درس آخر، من هو الذي يقدر على أن يضحك الناس ويبكيهم؟ الحديث عن الله، ولكن لم أذكر الله، حينها نقول الذي أبكى وأضحك، هي كناية عن الله. أما والذي أبكى وأضحك، والذي قدر للناس أن يبكوا وأن يضحكوا، وأما والذي أمات وأحيا، هو الذي يميت ويحيي، والذي أمره الأمر، إذا قدر أمرا أمره يكون نافذا. أنا أقسم بالله تعالى، بأية حالة أصبحت؟ لقد تركتني أيتها المحبوبة، أنت تركتني في أي حالة؟ أحسد الوحش، الوحش بمعنى الحيوانات البرية، الحيوانات التي تعيش في الصحراء، الظباء، الغزلان، قد تكون من الوحش، سائر الحيوانات هي من الوحش، ليس المقصود الحيوانات فقط، الحيوانات المفترسة. لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى خليلين منها، خليلين بمعنى صاحبين، لا يروعهما، لا يخيفهما الذار والخوف، بمعنى أنا ابتعدت عن المحبوبة، وأصبحت في حالة حتى إذا رأيت حيوانين يأتلفان معا، يجلسان معا بلا خوف وبحب، أنا أحسد هذين الوحشين. ولكي أؤكد كلامي، أنا أقسم بالله. سؤالي هو: هل يوجد طباق أم مقابلة طباق؟ طبعا كلنا نلاحظ أولا كلمة أبكى ضد أضحك، وأمات ضد أحيا، لكن مع ذلك
نحن لسنا في مستوى مقابلة الطباق. مقابلة الطباق هي جملة عكس جملة، أمات وأحيا هي ليست عكس أبكى وأضحك، أو أبكى ليس عكس أمات وأضحك ليس عكس أحيا، إنما هنا جملتان في كل جملة فيهما طباق، جملتان منفصلتان في كل جملة فيهما طباق. لهذا هنا ليست مقابلة، إنما عندي هنا طباقان من طباق الإيجاب، أبكى عكس أضحك، أمات عكس أحيا. لو قلت مثلا أما والذي أبكى وأمات والذي أضحك وأحيا، حينها تكون مقابلة طباق، لأنني جعلت الحديث عن جملتين، الجملة الثانية كلماتها تعكس أو منعكسة أو هي ضد كلمات الجملة الأولى. والمثال التالي: يعلم الإنسان ما في اليوم والأمس، يعلم ما في اليوم ويعلم ما كان في الأمس، لكنه لا يعلم ولا يعلم ما يأتي به الغد. طبعا هنا طباق بين كلمة يعلم ولا يعلم، وهو طباق سلب. قد يقول طالب معين مثلا هناك طباق بين اليوم وأمس أو أمس وغد، يمكن أن يكون ذلك، لكن أرى أن هذا الطباق يكون طباقا ضعيفا، لأن في هذا السياق كلمة غد هي ليس كلمة، يعني لا أوظف كلمة غد من أجل أن أبين أنها عكس كلمة اليوم أو عكس كلمة أمس. ومثال ربما هو قبل الأخير: والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهار. هذا أيضا للفرزدق البيت: الشيب ينهض في الشباب. الشباب المقصود بها هنا في هذا البيت تحديدا مقصود بها سواد الشعر. أيضا هنا عنصر بلاغي معين لكن لا أريد التحدث عنه. إذا الشيب ينهض في الشباب، الشعر يكون أسود والشيب يبدأ ينهض من خلاله، كأنه هو يشبه ماذا؟ كأن هذا الرأس ليل، لون الليل أسود، يصيح بجانبيه نهار، في جانبيه نلمح هناك النهار أو بوادر النهار، مثلما يكون الليل أسود ونبدأ نشعر بخيوط النهار، هكذا الشيء يكون في عندما يبدأ يغزو رأس الشباب أو من كان في عداد الشباب. كلمة الشيب هي عكس كلمة الشباب، وليل عكس كلمة نهار. أيضا هنا نحن لسنا في مستوى المقابلة، إنما نحن البيت يتضمن طباقين من طباق الإيجاب: الشيب عكس الشباب والليل عكس النهار، ليست مقابلة طباق. والبيت الأخير لهذا الدرس: وباسط خير فيكم بيمينه وقابض شر عنكم بشماله. شخص بيمينه، بيده اليمين، هو يبسط الخير بمعنى يقدم لكم الخير، وبيده الشمال يده اليسرى هو يقبض عنكم الشر، يمنع عنكم الشر. هذا البيت لجرير من العصر الأموي. لاحظوا مبنى الجملة: باسط هي عكس قابض، باسط يمد، وقابض يقبض يأخذ، خير عكس شر، يمين عكس شمال. طبعا هذه مقابلة طباق أو مقابلة تضاد. الجملة الثانية هي معناها عكس الجملة الأولى. كيف صنعنا هذا العكس؟ كلمة باسط عكس كلمة قابض، خير عكس كلمة شر، يمين عكس كلمة شمال. لهذا نتحدث هنا عن مقابلة تضاد. شكرا جزيلا لكم.